السلام عليكم، أهلين فيكم في تسريبات جديدة. اليوم راح نتكلم لكم عن الكمبيوترات اللي هو الماك بوك، وعن الايفونات الجديدة، وعن الايفونات اللي راح تنزل، وعن الايباد، وعن شنو، عن السماعات برضو. فخلونا نبدأ كبداية. لو نتكلم عن اللابتوبات، لابتوبات أبل الحين اللي موجود في السوق ماك بوك اير والماك بوك برو والماك بوك برو 16 انش. الماك بوك اير توهم حدينا، غيروا فيه حركات خفيفة، غيروا المعالج، حطوا معالج جديد، غيروا الكيبورد، الكيبوردات القديمة اللي كانت موجودة، حطوا سيزر كي العادية. الماك بوك برو 16 انش غيروها السنة اللي راحت، الدور الآن على الماك بوك برو 13 انش، ممكن يغيرونه يحطون 14 انش راح يكون، والتغيير حقه راح يكون الشهر الجاي. فإشاعات قوية ان الشهر الجاي أبل راح تنزل الماك بوك برو 14 انش، وراح يغيرون السيزر كي الكيبورد، وراح تكون فيه يعني أشياء قوية مثل المعالج الجديد راح يحطون فيه، ونشوف التغييرات الكبيرة اللي بيحطون فيه قدام، رح نعرف كل شيء. بما نحن على الكمبيوترات، ننتقل لكم عن كمبيوترات الماك بوك. ماك بوك جهاز نزلته أبل تقريبا قبل 4 سنوات. قبل 4 سنوات وقفت الماك بوك إير أبل. كان ماك بوك إير شكله قديم، ما برضي تحدثه، كله تحدث الماك بوك برو للبازل فرصي. وقفته ونزلت جهاز اسمه ماك بوك، خفيف بقوة، نحيف، تحصلنا أنحف من الأيباد برضه. نزلت لحق الدراسة، معالجات فيك بداية كانت الانتل ام، بعدين غيرتها حطت الاي العادية، وبعدين وقفت ورجعت الماك بوك اير. فكان أول قبل 4 سنوات كان في ماك بوك وماك بوك برو بس، الحين رجعت الماك بوك اير والماك بوك برو النسختين اللي هو 13 الحين وال 16. فإشاعات قوية إنه راح ترجع الماك بوك لكن بمعالجات ارم. فش تتوقع معالجات ارم؟ شو تتوقع لو تحط في الماك بوك معالجات البنية أو المعمارية؟ ماما يصير يعني ال 13 الفور السنة الجاية، السنة هذه بينزل. إذا الإشاعات إنه راح تنزل السنة هذه. يعني 13 جي ذا. كيف 13 جي؟ أي 13 جي. أنا أكلمك كيف راح يكون. لا يمكن يسوون معالجات خاصة لحق اللابتوبات. اللابتوبات. هم كان لأن كل تطبيقاتهم أو أغلب الناس يستخدمون. من أبل. وأبل حتى لو مش من أبل ستور، أبل تجبر المطورين، يعني المطورين بسرعة. فليكسبل يكونون عند أبل يعني غير وما يعني هو ما بحق له يسمونه أدت ولا حق يعني. أنت تتوقع أنه ما راح يكون أدت؟ أنت تعرف ما يستأهلهم ما بينزلون أول شيء يعني كقوي. إيه بس على الماك بوك. يعني أنا بالنسبة لي إذا نزلوا على الماك بوك. تطبيق دراسة عادي. إيه على الماك بوك راح يكون تطبيق دراسة، بس بالنسبة لي نزلوا على الماك بوك أتوقع إلى الآن إنه راح ينافس الماك بوك برو 14 إنش. يعني الماك بوك إير خلاص. ماك بوك برو 14 إنش. نشوف قدام، نشوف قدام على حبة حبة ايش بتسوي. الامام بالحين بس انه في يعني مجال ان المعالجات ارم اللي موجوده على الاجهزه الايفون على الايباد، والايباد يعرفون كيف قوتها. هذه المعالجات مبنيه على اداء عالي بدون مراوح. معالجات انتل يبي لها مراوح وتبريد والاشياء دي. فراح ننتظر قدام، راح ننتظر قدام نشوف اذا نزلت على الماك بوك. يعني طبعا هالماك بوك ده راح يكون شغله خفيف مره، لكن راح نشوف الاداء حقك كيف بيصير. وبعدها حبه حبه ممكن تنزل على البرو. يعني بعد 3-4 سنوات اذا ضبطت كل شيء راح تنزل على البرو. تنزل هو المستقبل. يعني ما بقول لك على المستقبل القريب جدا، بس المستقبل خلاص المستقبل كله ارم. يعني الاكسري 6 بيوقف. طيب اوكي راح نشوف قدام. هذا الاشاعات كلها حق الماك بوك. وبعد ما خلص الماك بوك، بان الماك بوك راح ينزل الشهر الجاي على الاشاعات اللي موجوده. برضو في اشاعات انه بينزلون ايربودز برو اكس، او المهم ان ايربودز شكل البرو، لكن يمكن يكون الثير جينيريشن او النسخه الجديده من الايربودز العاديه. ممكن يوقفون الايربودز العاديه يخلون البرو. ما فاهمين كيف بتسوي ابل، لكن في نسخه جديده بتنزل الشهر الجاي. اشاعات برضو مثل ما قلت لكم ان راح تنزل الشهر الجاي، الشكل حقها نفس ايربودز برو لكن بدون نويز كونسليشن، بدون الاشياء دي. يعني بتكون نسخه رخيصه. فما ادري ليش ابل بتنزلها، هل بتوقف النسخ العاديه اللي بدون النويز كونسليشن ولا لا؟ راح نشوف قدام لكم. الى الان على الايربودز، الايربودز برو اللي موجوده الحين في نسخه جديده راح تنزل على الاشاعات اللي موجوده في النصف الثاني نهايه السنه. فنقسم السنه الى جنريشن يعني. إيه؟ فالى الان احنا في النصف الاول، فالنصف الثاني يمكن مع الايفون، قبل الايفون شوي، بعد الايفون نهايه السنه ينزلون الايربودز برو. ما ندري عن الحين احنا في النصف الثاني. احنا النصف الاول الان. لا النصف الثاني. اوغست النصف الثاني. اي 3 شهور الاولى هذا اللي هي الكورتو. النصف مش الربع. النصف. النصف. ما قلت الربع انا. لا لا لان الشركه تقول لي كيو الاربع. نتكلم عن النصف احنا. فما ندري ايش بيحطون فيه ميزات، لكن نشوف قدام ايش بيسوون. اوكي خلصنا من الماك بوك، خلصنا من الايربودز، ننتقل الى الايباد. الايباد الكل الحين يبي ايباد برو. ما ادري ليش الناس ما برضين يشترون الاير ولا الميني. ما عندهم ذي الاجهزه. يحسون انه ما في في السوق الا البرو بس. زين الابل. زين الابل بس ان الناس يعني السوق ليش تشتري ماك بوك برو وانت بس بتلعب ببجي ولا بتلعب الميني؟ والله حلو حق ببجي.
ترى البطارية ممتازة فيه والحجم صغير، يعني تقدر تمسك جهاز صغير كذا وتستخدمه، وتقدر تحط فيه ماوس ترى بس ما أدري بيش تهان، ويستخدم فيه قلم برضو بس إنه مش السكند جنريشن، الفيرست جنريشن اللي ينشبك يشحن الغريب. فأبل تقول إنه في إشاعة راح تنزل آيباد إير اللي موجود الحين عندنا، في بازل هو الموجود وفي زر على الحواف موجود، لكن بتنزل نسخة جديدة الحين بتكون البصمة تحت الشاشة، فما راح يكون في حواف مثل الموجود عندنا، لكن اللي عندنا في البرو ما في حواف لكن ما في بصمة تحت الشاشة، البصمة أو بصمة الوجه موجودة في Face ID، لكن الجيلي بتحط لكم البصمة تحت الشاشة. ليش؟ لأن البصمة تحت الشاشة أرخص من حق أبل، فبتبي تسوي ذي الحركة علشان يكون سعر الآيباد إير رخيص. ما ندري الآن المعالج بتحط فيه كيف الشكل راح يكون، التصميم هل راح يكون نفسه لكن بدون حواف، إلى الآن ما نعرف كل شيء، لكن هذا الإشاعة الوحيد اللي طلعت إن الآيباد إير راح يكون البصمة تحت الشاشة. إيش رأيك في الخيار هذا؟ أوكي، يعني هو يقدمون إن المشكلة، أتوقع من الناس إنه ما يبون يشترون إنه يشوفون البازل كبير يحسون إنه قديم. أغلب الناس تعرف ما ما في الأخبار. بس أتوقع الناس إلى الآن يمكن ما يدرون إنه صار فيه الآن أجهزة. يحسبون أنا من أحد يشوف البازل الكبير يقول هذا شكل الآيباد القديم، الإيبادات الجديدة بس اللي هي اللي صار حوافها نحيفة. طيب لو ننتقل لكم الحين بس خبر خفيف. الكل يعرف تسريبات الايفون اللي نسويها من فصله، تكلمنا من زمان عن النسخ اللي بينزلون للايفون، راح تكون اربع نسخ، نسخه 12 كبير، 12 برو، 12 برو كبير مره، فالكبير اللي موجود الحين ال11 برو راح يكون اكبر، وال11 الصغير راح يكون فيه اصغر من اللي اصغر من راح يكون البادي حقه، اذا كان عندكم ايفون 6 او 6 اس او ايفون 8 او الاس اي اللي بينزل الحين او اللي نزل الحين، لو تمسك الجهاز راح يكون حجم نفس الحجم لكن بدون حواف، يعني الشاشه كامله راح تكون 5.4، اما ال8 واللي موجودين الحين عندنا بالحجم اللي موجود عندنا راح الشاشه هي 4.7. فايش رايك في الحجم ده؟ حجم حلو. ايه هذا انا كان ودي اصلا ينزلون شاصي ال5. ايه اوكي بس بطاريه ولو بتحط 5G صعبه ذاك ال عادي خلونا رخيص رخيص صدق، يعني لو ان الاس اي صار هذا كان صدق، بس اتوقع انه خلاص وقفوه يعني شاصي الفايف. طيب بما ان احنا على الايفونات احنا الجديده نتكلم لكم عن الايفون اس اي، عرفنا مميزات عرفنا كل شيء، وراح تنزل ريفيو في القناه ان شاء الله نهايه الاسبوع عن الاس اي الجديد اللي نزل، والكل يتكلم ليش ما نزل اس اي بلس بلس نفس الايت بلس، فشو الاخبار عنه؟ الاشاعه ان الاس اي بلس بينزل الربع الاول من السنه الجايه، يعني نفس الوقت السنه الجايه، نفس هالوقت يعني اول ثلاث شهور من السنه الجايه، يعني على مارش قبل مارش. بيصير معالج الاي 13 يعني المعالج الحالي، التسريبات بس يمكن تتغير، ممكن يحطون اي 14 ما ندري الى الان، لان انت تتوقع ان ليش يحطون الاي 13 ليش ما يحطون اي 14؟ اي 13 انه اذا مر عليه السنه الجايه زين بيصير ارخص، صح يقدرون ينزلونه وممكن يحطون فيه 5G بعد وشاشه اكبر وبطاريه اكبر على نفس السعر. ما راح تحط ال 5G يمكن او ان صدق ان بيلد ان هو الاعلى. اذا هذا بيخسرهم زياده اذا يسوون خط جديد يصلون يسوون، فيمكن يحطون الاي 14 الى الان ما ندري، بس هم لو حطوا الاي 13 يقدرون ينزلونه بنفس سعر اللي هي الاس اي الحالي الموجود بنا كبير، فيعني ابل تطلع تقول ان حبيتوا الاس اي كلكم شريتوا الاس اي، ها امسك هذا اس اي كاميرا زياده وبطاريه اكبر وشاشه اكبر يلا. ما ادري انا اشوف ان الاس اي الان ما نزلوا السبب واحد، لان الاس اي بلس، لان الاس اي بلس وكاميرتين اوريدي عندنا ال11 كاميرتين، فابل الحين مسكر كل شيء، عندنا جهاز اس اي كاميرا واحده، 11 كاميرتين، 11 برو 11 برو ماكس ثلاث كاميرات، فاللاين عدل الحين كذا كاميرا كاميرتين ثلاث كاميرات. السنه الجايه لو بينزلون بكاميرتين اللي هو الاس اي بلس، فال12 الحين الموجود هنا راح يبدا بكاميرتين وليدار مثلا، ويكون الاس اي بلس بس كاميرتين، كذا يصير في فرق. الى الان ما ندري بكل شيء، ما نعرف اي شيء يعني، لكن وبرضه يعني الاي 13 لازم يحطون اذا كان اس اي بلس سكند جنريشن نفس الاس اي اللي موجود سكند جنريشن نفس المعالج لازم يكون، او يسوون جاب يقولون اس اي بلس ثيرد جنريشن النسخه الثالثه اذا كان بيغيرون المعالج، اذا كان نفس الجنريشن نفس النسخه لازم يكون نفس المعالج. انا اتوقع انهم بينزلون اس اي السنه الجايه كبير صغير، المهم انه معالج 13 ولا 14 بس هم بينزلون واحد السنه الجايه بعدها خلاص اتوقع يقتلون الشاصي وكلهم فيس اي دي وكلهم اللي بازل. النسخه اللي بعدها يمكن ينزلون يعني اتوقع انه يكملون الاس اي بعدين، بس الاس اي هو معروف انه ما يتغير الا كل اربع سنوات مثلا، فهمت شلون؟ كل ما عرف انه لازم ينزل اس اي جديد عرف ان الاس اي اللي موجود الحين بيوقف الدعم عنه، كذا تمشي ابل، فهمت شلون؟ عشان ايه خلاص يعني كل نسخه اذا كنت تستخدم جهازك عدل المفروض ما تبدله اذا شريت اس اي خلاص ما تبدله لما ينزل اس اي ثاني، فهذه الاشياء اللي تسويها ابل، فما في اي خبر الحين لكن راح نشوف قدام ايش بتسوي. يعني اذا كان الاير راح بتحط فيه بصمه
على الشاشة، فالاس اي الاول ان تحط بصمة السنة الجاية على الشاشة. ما اتوقعت فلوس. فلوس. اي هي فلوس. تبيها النسخة قليلة فنروح نشوف قدام. تتكلم انت ذا حق تقنيات خاصة جديدة ما يحطونها في شغلات رخيصة. او جديدة حق ابل خل اعدلها. اوكي الاير لا بس هي مو على جديدة حق ابل بس انه في السوق رخيصة، ابل ما راح تاخذها بغالي. بس ابل الاس اي ما تحط فيه شغلات جديدة تقنيات جديدة. اوكي والاير حطت بتحط فيه، معناته الاير ما تحط فيه شيء جديد برضو. هم اتوقع لازم يصغرون البازلز لان في ناس ما يشترونه. في ناس يروحون يبون يشترون الجديد، يشوفون البرو برو غالي. يشوفون الاير يقولون الاير القديم، الجديد غالي حد لانه معالج الايت وولف. الشكل بس هم الناس يمشون على الشكل. طيب خلصنا من ذلك الشكل، لها نتكلم عن الايفون الجيل اللي راح ينزل. بليز الاشاعات اللي نقولها لكم مش لازم تكون تنزل الحين، يمكن الاشاعات اللي نقولها لكم ان ابل الحين يعني نقول لكم الشيء ابل ترى جالس تشتغل عليه، بس يمكن ما تشتغل عليه حق السنه هذه، يمكن السنه الجايه، يمكن السنه اللي بعدها. الكل يعرف يمكن ما تطلع، يمكن ما تطلع، يمكن قبلها باسبوعين كنسل كل شيء. نسخ تجريبيه، نسخ تجريبيه والاشياء. بس انا اتكلم لكم يعني اول حاجه عرفوا ان ابل تشتغل على اشياء عندها الخطه الى 4 سنوات قدام، ممكن تشتغل على شيء الحين لحق بعد 4 سنوات. نفس سياره ابل، نفس سياره ابل اللي ما نزلت تكلموا ينزلونها. نفس التي في حقهم سياره ابل من متى الاشاعه؟ من 2010 من زمان. فلو نتكلم لكم الحين وتكلمنا لكم عن النوتش، النوتش راح تصغره بحركه حلوه وقديمه كان ابل من زمان مسويتها، انه بترفع السبيكر او فتحه السماعه ترفعها فوق بتقرب النوتش. تكلمنا عنها وسويت لكم فيديو مفصل عنها، وتكلم لكم عن نفس حركه النوت الموجوده، وتكلمت لكم عن السمارت كونكتر اللي موجود في الايباد انه راح يحطونه في الايفون. لكن اشاعات تقول انه بيحطون قلم، لكن الاخبار قوي انك تقول لك ابل مستحيل راح تحط قلم في الايفون. السمارت كونكتر ما راح ينزل في الايفون 12 الحين، يمكن في 13. حتى الشكل اللي موجود الحين الايفون نفس الايباد يقول لك يمكن ما راح يكون الشكل هذا السنه، السنه الجايه، لان كلها اشاعات ما ندري. لكن السمارت كونكتر ابل تقول لك بتحطه ليش؟ علشان ان الايفون القادم السنه الجايه مع الاشاعات انه راح يكون بدون مدخل شاحن، فالمدخل الشاحن راح يكون ما في مدخل شاحن، فالسمارت كونكتر راح تحطه عشان مثلا اذا كان تقدر تحط لكم من السمارت كونكتر ذا مع العلبه عشان تشحن الجوال حقك، اذا كان لا قدر الله مثلا ما عندك شاحن وايرلس او ان طفى جهازك تبي تشحن اجباري وما في وايرلس عندك، يكون هذا الشاحن سنه سنتين بعدين تكنسله. فهذا المدخل يمكن راح يكون سمارت لحق اجهزه جديده، او في اشاعات مثلا حاطينك ما ادري ليش اي دوك بتطلع ابل مثلا لحق السمارت كونكتر. لكن اتوقع ان حركه حلوه ابل انك تحط سمارت كونكتر مثل ما قلت لكم علشان الاشخاص اللي يعني تقدر تحط لكم في العلبه تشحن جوالك. السمارت كونكتر حلو انه ينفصل لو تل جهازك ينفصل، ماك سيف. ماك سيف نفس اللي موجوده الماجيك ماك لحق الماك ابل اللابتوبات القديمه اللي موجوده نفس ماك ماك سيفي فنفس الحركه تقريبا. لكن نشوف قدام ابل هل بتخليه لحق قلم. اشاعات تقول لك لا، اخبار تقول لك اي، بس انا اشوف انه حلو انك تخليه في العلبه واير لحق الشحن يكون ما يكون يعني، او انه مثلا طفيت جهازك تبي اجباري يعني ريستور لحق الجهاز تحطه في الشاحن. ما ادري هل الماك سيف ذا راح يكون ينقل داتا ولا ما ينقل، ما ادري ايش بتسوي ابل، لكن حلو انه تحط في الجهاز مدخل حق واير اجباري. بس لو انه ما بمدخل حقيقي مثل ساعه ابل الحين الكل ما يدري عن ذا الشيء، ساعه ابل لو انه تعلق عندك او يصير فيها شيء ما تقدر تسوي لها فورمات، ما تقدر تركب الكمبيوتر تسوي لها فورمات. ليش؟ لانها ما فيها مدخل فيزيكال او مدخل كله وايرلس، فاذا تعلقت عندك لازم اجبار توديها محل ابل عشان يعدلونها. ليش؟ لأنه ما فيها مدخل. الآيفون ما تبي أبل تسوي دي المشكلة، فيمكن تحط نفس السمارت كونكتر عشان تشبك شيء عليه، عشان لو سوي لو نعلق ولا شيء تسوي له نقل بيانات أو شيء من نفس اللابتوب. وأرخص بعد. عشان تحطه بدل ما تحط شاحن وايرلس. وتقدر تشتري وايرلس وتجلس سنتين 3 سنوات بعدين تكنسل الواير. لا ما تكنسل الواير، يعني يصير الدعم قوي على الوايرلس أقوى. راح يكون أشخاص ما حد بيستخدم الواير كثير. ليش؟ نفس حركة الهيدفون جاك يوم حطته في العلبة أول ما وقفته في الآيفون 7 يعني موقفته في 7 حطت لكم الهيدفون جاك الدانجل الصغير ذا سنتين بعدين كنسلت. الحين خلاص الكل بعد ما برحت انت تشتري لك سماعه ولا شيء بعدين اشتر. نسيت خبر اقول لك، الخبر هو ان ابل جالسه تشتغل تسوي كنترول خاصه فيها اللي هو الكنترولر يد بلاي ستيشن نفس بلاي ستيشن اكس بوكس. فما ادري ايش تسوي الحين بما انها فتحت الاي او اس 13 تقدر تلعب اي كنترول موجود بلاي ستيشن او اكس بوكس او اي كنترول، لكن الحين تبي تسوي واحده خاصه بيها. طيب اذا سويت الخاصه بيها بتسوي حتى الميزات تخلي ان الشخص يشتريها بدل ما يكون عنده اوريدي اكس بوكس او بلاي ستيشن يلعب في الايباد، لكن نشوف قدام ايش بتسوي. فبس هذه الاشاعات كلها. عندك اخبار جديده انك شيء؟ خلاص ما في شيء. ما في شيء؟ تكلمت عن كل شيء انا؟ صنوبر صنوبر اوكي. ف
ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وملك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون يفضل دعاكم حابين نصور لكم برا لأن اليوم الوحيد اللي حلو الجو، بكرة راح يكون غيم واللي بعد راح يكون ثلج، اللي بعده مطر ثلج، اللي بعده ثلج، فقلنا نغير لكم نجلس هنا. مفروض شتاء الحين ترى، أو مفروض صيف قصدي. صيف درجة حرارة الظهر الحين درجة حرارة 10 حلو. فهذا حسابي في سناب شات، تشرف بإضافتكم والسلام عليكم.